السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوهى. إن الإنسان خلق علوا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم غير مشفقين إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك معطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنات النعيم كلا إنا خلقناهم مما يكسبون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون
ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم صراع إلى نصب يوفضون. خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.